تصريحات مهمة وقوية جدا للسيد ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة بعد فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان، وغادي نشوفوا كيفاش كيرد على الجزائر وعلى جنوب إفريقيا من بعد الحملة القذرة والأساليب المشبوهة والأساليب الخبيثة باش يمنعوا المغرب باش ما يفوزش. رغم ذلك إن ينصركم الله فلا غالب لكم. المغرب الحمد لله فاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم لبنى من قناتكم المتواضعة عالم إسكا، واللي دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايك، دعمونا بالبارتاج، كذلك بالاشتراك، وما تنسوش كتابة التعليق. يعني غير رضا ولا قليب ولا الراية المغربية أو استمر أو واصلي، فهاد الكلمات البسيطة ممكن أنها تدعم لنا المحتوى. فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم. ولله الحمد المواجهة بيننا وبين جنوب إفريقيا والجزائر كذلك تكللت بنصر مبين للمملكة المغربية الشريفة داخل دهاليز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين الأعضاء اللي 47 بالمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيد 30 عضو ترشيح المملكة المغربية الشريفة أمام ترشيح جنوب إفريقيا التي لم تحصل سوى على 17 صوت. فهذا ليس نصرا بالكرسي، لا هو نصر معنوي، وكيبين جدارة المملكة المغربية الشريفة في العالم وثقة العالم في مواجهة الخطاب الشعبوي المتجاوز. أصبح من الواضح أن على جنوب إفريقيا التعاون مع المغرب عوض معاكسة مصالحه العليا. فإخواني أخواتي، غادي يخرج السيد ناصر بوريطة بواحد تصريحات نارية، تصريحات قوية جدا من بعد ما فاز المغرب، وغادي يرد على الجزائر وعلى جنوب افريقيا من بعد ما داروا هذيك الحمله القذره، من بعد ما استعملوا كاع الاساليب الخبيثه والقذره باش المغرب يفوز. لكن ولله الحمد ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ماشي هو ان المغربي ينجح على راس مجلس حقوق الانسان، لان كان يعني منتظر، والمغرب لما تقدم في 2022 للترشيح ديالو انطلق من هذه القناعات اللي كان شويه. هذا هو ذاك التعبئه اللي كانت من جنوب افريقيا من الجزائر لمحاربه هذا الترشيح. فهنا السيد ناصر بوريطة راه كيتكلم على الحمله القذره واللي دارتها الجزائر وجنوب افريقيا باش يمنعوا المغرب بكل السبل الغير القانونيه والقذره كذلك، وهذا الشيء كان في الكواليس، ومع ذلك راه ما نجحوش. اولا داخل الاتحاد الافريقي المغرب كان هو الدوله الاولى اللي قدمت الترشيح، ومع ذلك جات الجزائر، جات جنوب افريقيا وتحداوا هذا الموقف ديال الاتحاد الافريقي وقالوا لا، رغم ان الترشيح المغربي هو اللي كان في وفق الضوابط، فواحد اللي كان فيه واحد شويه ديال اش كيقولوا لها يعني الزياغه. فهنا السيد ناصر بوريطة كيقصد بالزياغه. فهنا المغرب كان كاع الدول الافريقيه واللي كاينه في مجلس حقوق الانسان دارت اجماع لانها غادي تدعم المغرب، فبالزياغه كما قال سيد ناصر بوريطة ناط الجزائر وجنوب افريقيا هزوا الملفات ديالهم وحطهم حتى هما للترشيح، وتحداو بذلك الموقف ديال الاتحاد الافريقي. وهذا الشيء علاش قال السيد ناصر بوريطة الزياغه، ورغم بعض المحاولات اللي كانت من دول افريقيه بان تثني جنوب افريقيا على انها تسحب الترشيح ديالها، لان المغرب هو المرشح المنطقي والمرشح الشرعي ديال افريقيا، فكان واحد التعنت كبير، وكانت واحد الثقه ديال ان لا ترشحت جنوب افريقيا فغادي. المرحله الثانيه اللي بدات هي واحد الحمله اعلاميه، واحد الحمله دبلوماسيه ضد ترشيح المغرب، استعملوا فيها بعض البياضيق المرتزقه اللي في الاقاليم الجنوبيه، استعملوا فيها مقالات، استعملوا فيها دي يعني مساعي دبلوماسيه. المغرب لما كان كيدافع على الترشيح ديالو كان كيدافع على شكون هو وشنو كيقدم والاصلاحات اللي قام بها جلاله الملك والدعم ديالو، قاموا بحمله ضد المغرب ماشي لاجل ترشيحهم، وتابعتوها وشفنا كاع وكاله رسميه ديال الجزائر اللي مقال حول لماذا لا يجب ترشيح او دعم ترشيح المغرب. وهذه كلها امور اللي كنظن هاد الدعم الكبير جا جواب عليها كذلك بان المعقول، وبان هاد البهلوانيات وهذه ما المجتمع الدولي مابقاش كياخذ بها، والناس كتمشي مع شنو هو اللي معقول، شنو هو اللي غادي يقدم واحد المساهمه.
فصراحة أحسن حاجة في السيد ناصر بوريطة أنك يستعمل واحد المصطلحات اللي كتكون مدروسة. فقال المغرب راه خدام بدبلوماسية مهنية، وقال بلي المغرب هو المعقول، وأضاف وقال الجزائر وجنوب إفريقيا البهلوانية، وهذا هو سبب انتصار المغرب. اليوم عاد غيبدا دابا المعقول، دابا غيترأس المجلس. المغرب غيتعامل من منطلق الجدية ديالو، من منطلق المصداقية، ومنطلق التوجيهات اللي كيعطي دائما جلالة الملك، ديال أن المغرب يكون فاعل بناء، فاعل كيقدم إجابات ماشي كيخلق المشاكل. والمغرب غادي يستمر في أنه بسياسته المتوازنة داخل مجلس حقوق الإنسان باش فهاد التوافق الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كاين استعمال لحقوق الإنسان في للضغط على الدول، هذه كلها المغرب بالحكمه ديال الدبلوماسيه ديالو، بالثقل والمصداقيه اللي عند المغرب بقياده جلاله الملك، باش انه يكون عنده دور ايجابي في هذه الرئاسه، هذه باش تكون رئاسه اللي تخلي اثر، تكون رئاسه اللي كتجيب واحد القيمه مضافه، واللي كتنطلق بشكون هو المغرب. المغرب قدم نفسه اجابات في مجال حقوق الانسان، تجارب ناجحه وتحدثت عليها، من الدستور، لا من هيئه الانصاف والمصالحه، لا من اصلاح المدونه، لا من الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، لا من تعزيز التنميه في بعض المناطق، يعني التوازن الترابي وغيرها. هذه كل هذه التجربه المغربيه المغرب غيتقاسمها اثناء رئاسته، باش تكون تجربه، باش تكون رئاسه ناجحه للمغرب، ولكن كذلك لافريقيا، وكذلك للناس اللي دارت الثقه في الترشيح المغربي. شكرا. فكما سمعتوا الاخوان، السيد ناصر بوريطة قال بلي راه كانت واحد الحمله قادره من النظام العسكري الجزائري، ومن حتى الاعلام ديال جنوب افريقيا، كانوا باغيين يمنعوا المغرب من الفوز، ومع العلم ان الاتحاد الافريقي كامل بالاجماع باغيين يدعموا المغرب. وبالاشاره راه داخل مجلس الامن راه كاينين 13 دوله افريقيه، يعني بالمغرب والجزائر وجنوب افريقيا، وعشرة ديال الدول الافريقيه راه صوتت على المغرب، وبالتالي راه حتى دوله افريقيه من داخل مجلس الامن ما صوتت على جنوب افريقيا. فهذه كما قال السيد ناصر بوريطة غير بهلوانيه، كيحطوا ريوسهم في مواقف بيخة. إذن إخواني أخواتي، هنيئا لنا بهذا الفوز، وهنيئا لنا بالدبلوماسية المغربية الحكيمة الرزينة، واللي دائما كترفع لنا الرأس أينما ذهبت. وحتى لهنا كنكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو، فتحية لكم كبيرة، تحية للدبلوماسية المغربية، تحية لكاع الناس اللي كيتابعونا والناس اللي كيكتبوا لنا تعاليق، شكرا لكم بزاف، شكرا لكم على تعاليقكم الجميلة واللي كتخلي لنا واحد البصمة راقية على قناتكم المتواضعة عالم إسكا. دمتم في رعاية الله، وشكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.